بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت اليوم كثيرا بتقديم رواية باب الأقواس ليالي مدينة الجدار، وهي رواية تولتها بعنايتها وزارة الثقافة والفنون ونشرتها في إطار برنامج الستينية. الرواية لقيت قبولا جيدا هنا بالمدية وفي دار الأمير عبد القادر هاته، التي كانت واحدا من الأماكن التي راهنت عليها الرواية وكان لها حضور قوي في السرد. هي رواية اجتماعية سياحية بامتياز، إن شاء الله سنعمل على تحويل هذا العمل المكتوب إلى عمل ملعوب، وإن شاء الله بإذن الله رح يدخل في المكتبة الوطنية. أهنئ الدكتور محمد كاديك على هذا النص الرائع وعلى هذا النص الروائي الباهر باب الأقواس، كما أهنئ سكان ولاية المدية على هذا النص التاريخي الأدبي المهم الذي أعاد فيه بناء المدية من الناحية التاريخية. حضر اللقاء هذا مجموعة من الدكاترة والأساتذة المهتمين بالتراث مدينة المدية وتاريخها، كذلك مجموعة من المجتمع المدني والمهتمين والباحثين الذين يهتمون دائما بتاريخ المدية.